عازم. عم سليم عامل ايه؟ ازيك يا حازم؟ الحمد لله، وحشتني قوي. ربنا يخليك يا حبيبي. ها اخبارك ايه دلوقتي في النشان؟ نشان؟ انت قديم قوي يا عم، اسمه رماية يا سيدي. نشان رماية، المهم يصيب. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ تعالى دلوقتي نجرب ونشوف مين اللي هيكسب، الرماية ولا النشان؟ ماشي يلا بينا. اجهز. انا جاهز. جاهز؟ طول عمري جاهز. ابدأ. ابدأ. شفت بقى ان النشان كسب الرمايه؟ على فكره كلها يومين بس وهكسبك. وماله؟ ساعتها يا حبيبي انا هبقى فرحان اكتر منك. وبعد ما طلقني ما شفتش وشه غير لما ورتيني صورته قبل الفرح. انا حاسه ان انت بتتكلمي على حد تاني. هو فعلا حد تاني وباسم تاني، بس اللي جواه وسخ زي ما هو. طب مش يمكن يكون بيتهيألك يا نادية؟ ده هددني هنا في القصر. سلمى انتي لازم تصدقيني، عشان انا مش هقدر اعمل اي حاجة معاه غير لما تكوني موافقة. انا اعرفه اكتر منك، ده ممكن يخلص علينا احنا الاتنين لو ما خدش اللي هو عاوزه. تعرفي تثبتي لي كلامك ده؟ اثبت لك. تمانية انا اسفة قوي، انا عارفة ان الفترة اللي فاتت دي اتشغلت عنك شوية، بس والله العظيم غصب عني. نعم يا مش مستاهله بقى. اسف على ايه؟ خلاص ما تمانية راحت ايامه بقى، مش زعلان مني خلاص. انت عامله ايه؟ كويسه؟ انا كويسه الحمد لله، وعندي ليك خبر حلو جدا. خير؟ بص انا خدت لك ميعاد مع دكتور تجميل زميلي، هنروح انا وانت على بعد بكره كده. ايوه بس انا مش محتاج دكتور تجميل، انا محتاج اروح الحرفيين ارد على السخن وعلى البارد واشد سكنتين معجون وارش نظافه وهبقى زي الفل. ايه يا ابني كل ده؟ انت مش محتاج اي حاجه من الحاجات دي طبعا. فاكرني بجاملك؟ والله ما بجاملك ولا حاجه، انت فعلا مش محتاج الحاجات دي خالص. انا بقول كده بس يعني عشان السكار اللي في وشك. سوري الايه؟ السكار. سكار؟ العلامه اللي في وشك يا تمانية. السكار. اوكي انا بحسب بس سكاي سكار سامع حاجات. لا انجلش. اوكي يعني تمام. بس والله ما قصدي اي حاجه وحشه يعني، بس انا عارفه ان العلامه دي بتفكرك بحاجات انت مش بتحبها وبتضايقك، وانا نفسي انك تنسى الحاجات دي كلها. بصي انا في الاوقات اللي زي دي دايما بستخدم حكمه ارمي الماضي ورا ظهرك بتاعه تيمون وبومبا، فاكرها؟ هكونا مطاطا. ايوه انت كمان كنت بتحبيها. بس انا من ساعه ما جيت الفيلا وانا تمام بالنسبه لي، يعني مفيش اي حاجه ونسيت كل الحاجات يعني. طب يعني انت مش عايز تشيل العلامه دي؟ بالنسبه لي انا مش فارقه قوي يعني، بس ممكن اعمل اي حاجه عشان خاطرك يعني. نورت الدار يا عم سليم. اهلا يا حسن. ايه يا ابو علي؟ انت ما خدتش خبر ان انا جاي ولا ايه؟ معلش معلش انا مش بسالك انت كنت فين، رغم ان انت عارف ان انا جاي، بس انا عايز افكرك إن حجم المسؤولية اللي علينا دلوقتي مش عايزة غلط من النوع ده. أنا مش هتناقش يا عم سليم طول ما أنا غلطان. أنا مش بلومك يا حسن، أنا بس زي ما قلت لك بفكرك بحجم المسؤولية اللي إحنا شايلينها. وأنا قد المسؤولية يا عم سليم، بس أنا كان عندي شوية ظروف كده وراحت خلاص. انت شبه ياض يا حسن، وعد راجل شال مسؤولية من صغره وكان قدها،
واد يستاهل يشيل اسم العطار بصحيح. الرجالة اللي انت بعتهم على الكفر عرفوني انت ماشي الدار هنا ازاي. خلي بالك يا ابو علي، الرجالة دي مهمة قوي، هنحتاجهم في الفترة اللي جاية. أنا عم سليم، كل الرجالة زين العطار موجودين وتحت عمرك في وقت. قول لي صحيح، سميح لسه هربان؟ لسه، بس أنا بعت رجالة كتير قوي دوروا عليه في كل الحتت اللي حوالينا ومستنيين يجيبوه. طب أنا عاوزك تديهم أمر، اللي يشوفه يقتلوا. يقتلوا؟ بس كده احنا بره عهد الدار يا عم سليم. عهد الدار ده جوه الدار، لكن هو بره الدار دلوقتي. ده غير انه خان عيلة العطار بدل المرة اتنين، وعيلة العطار ملهاش عهد مع خاين. حاضر. ده اول الكلام بس يا ابو علي، خلينا بقى نقعد على رواقه كده عشان اقول لك الكلام اللي انا جاي لك عشانه. ودي تزعلك في ايه يابا؟ هو حرام الراجل يشتري ارض من حر ماله؟ مش حرام يا بنتي، الحرام يبقى عارف ان انا متكلم عليها ويروح يشتريها، والحرام التاني انه ما اشتريهاش من حر ماله زي ما بتقولي. لا، اياك تكوني فاكره ان انا مش عارف ايه اللي بيحصل في الكفر. انا عارف كل حاجه، وعارف كمان هو جايب الفلوس منين، وعارف كمان ايه اللي بيدور في دماغي دلوقتي. كل خير يا ابوي. طول عمرك خطوتك واسع امان وتحب تستغل الفرص. تربيتك يا بوي. ولما انت تربيتي بتلعبي في ملعب غيري ليه؟ ملعبك غير ملعب يا حاج وفيق. المره الاولانيه انا لعبت بطريقتك انت، واديك شايف انت وصلتني ليه. بقيت مع واحد مرضاش اشغله عندي، المره دي بقى انا هلعب بطريق تاني، ورديت باللي اخدته وهحارب بيه. ماشي يا مان، اما نشوف هتوصلينا لفين. بس عايز اقول لك حاجه، ابوكي موجود، وقت ما تحتاجيه هتلاقيه جنبك. لا يابا، انت ما كنتش جنبي في اكتر وقت انا كنت محتاجاه لك فيه. حط يدك في يدي واحنا نعوض اللي فات يا امان. سيبني اجرب يابا. مبروك يا امان، مبروك على الارض. خير يا ندوش، قلت لي ان في مصلحه، بصراحه كده عرفت تجيبي رجلي. انت عارفاني أعشق المصالح زي عينيا. هتجيبه منين يا توتي يا حبيبي؟ طول عمرك بتاع مصلحتك. هو أنا برزفت تامر دي تاني؟ بتفكرني بأيام ما بحبش أفتكرها. آه طبعًا. وتفتكرها ليه؟ شقة فيصل 60 متر والسجاير الفرد. يلا يلا يلا. أنت جاي تعايريني ولا إيه يا بنت الرايق؟ لا تعايريني ولا عايرك. بلاش نفتح في القديم عشان أنت اللي هتخسري. ولا أخسر ولا أكسب. هما كلمتين ونفضها سير. تاخد كم وتبعد عن سكتي؟ سكتك؟ انا مالي ومال سكتك؟ انا جيت جنبك هو ايه؟ رمي بلا وخلاص؟ يا تامر انا فاهمك كويس. تاخد كم وتبعد عن سلمى؟ مال قروم؟ 200,000 جنيه. يعني انت بسم الله ما شاء الله هو تحتكمي على 200,000 جنيه؟ الاخر كده انا مش هلاقي زي سلمى تاني. بصراحة كده أنا حبيتها. ماشي، ده آخر كلام؟ ده قبل الأخير. الأخير بقى إن سلمى واخدة عنك فكرة وحشة أوي، شايفة إن أنت عينك مني. يعني نصيحة مني ليكي كده، تبعدي عن طريقي خالص وتنسي أي حاجة فكرت بيا، عشان أنا لو اتغشمت أنت اللي هتدفعي التمن، والتمن ده زي ما كلنا عارفين عايزاه عن ناس كتير قوي، واولهم زين ابنك. ما يكبر كده بسم الله ما شاء الله ويتفرج على امه على اليوتيوب وهي واطي. الله يسامحك. ما
تتحركيش يا ناديه من العربيه مهما حصل. مش هوصيك يا يحيى، اصله غالي عليا قوي. ما تقلقيش يا مرات اخويا. قبل ما تركب العربية عندك فرصة أخيرة تلحق نفسك من نص البلا على الأقل، وتقولي مين اللي وزك على أختي. صدقني هتندم لو ما جاوبتنيش. سيبك أنت بقى من الجواب ده وخلينا في السؤال. طبعا أنا وأنت عارفين إن أنت مش جاي لأختك. ترى بقى جاي عشان مرات أخوك نادي الرايق؟ يبقى انت اخترت الزعل يا بلبل. يا عم انت اوعى يا عم اوعى. للاسف التقريرين قالوا نفس النتيجه، المرض رجع تاني وبقى انشط من الاول. وبعدين هنعمل ايه؟ المشكله ان احنا لازم نبدا عليك فورا، والظروف دلوقتي مش تسمح انها تسافر زي المره اللي فاتت. لازم نبدا عليك هنا في مصر وباقصى سرعه. ايوه بس ده معناه انها لازم تعرف. هي فعلا لازم تعرف. انا مش عارفه بس الكوابيس اللي احنا فيها دي هتخلص امتى. يا رب. هدي بس يا ياسمين، إن شاء الله ربنا يقف جنبها هي وصالح. يا رب.